هو إنها إرادة الشعب. هؤلاء والله دعاة فتنة، ليس من الشرف أن يكونوا مصريين، إنهم بغاة وعليهم أن يتوبوا إلى الله. لو بقوا على هذا أقول لا يقرهم دين ولا يقرهم عقل ولا منطق، وعلى الدولة أن تتخذ حيالهم من الإجراءات القانونية ما تمنع خطرهم. صدق إن أنت بمحافظتك على كل ذرة في تراب سيناء وكل ذرة في كل تراب في مصر إنها تفضل متحدة حتة واحدة، ده دليل إنك نفذت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تدافع القوات المسلحة عن كرامتها، وأن تحمي مقدرات هذا الوطن، وأن تحمي أبنائه، ولو استعملت السلاح عند الحاجة فهذا واجبها. وبعدين بقى خليني أقول لك حاجة بصراحة كده، اوعى حد يشككك في إيمانك. القلب يطمئن لهذا. يوم ما لبست البدلة دي ولبست البيادة دي وضربت التعظيم ده وقفت في طابورك، انت بتأدي وظيفة مش عند القائد، عند الله. موقف القوات المسلحة أن تحمي الأرض والعرض والدم والمال، فإذا ما اعتدي على أفرادها وجب عليهم، لا أقول يجوز لهم بل وجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم. ما بتسمعش كلام قائدك وانت حاسس انك بتأدي وظيفة كبيرة؟ خلي بالك، ربنا بيقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، حيبوا أحسن منكم. هؤلاء مجرمون، هؤلاء بغاة، على الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هؤلاء. لكن إذا اضطر الجندي اضطرارا لاستعمال سلاحه لكي يدافع عن نفسه وعن منشاته فليفعل. انت ايها المجند في الجيش المصري، انت بتأدي وظيفة لله سبحانه وتعالى.